السلام عليكم ورحمه الله اهلا بيكم متابعيني الكرام النهارده هعمل معاكم وصفه مكرونه نجرسكو طبعا الاولاد بيحبوها جدا والفيديو النهارده هعمل منه وصفتين في وصفه واحده وهعمل المكرونه من غير سلق هنعملها بطريقه بسيطه جدا وهتعجبكم قوي حقيقي طعمها جوسي وتحفه زي ما انتم شايفين لو اول مره تشوفي القناه ياريت تشتركي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل وصفاتي إن شاء الله ودي الوصفة التانية من نفس آه فيديو النهاردة فحل على النار هنزل بمعلقتين زيت وبعد كده بصلة مفرومة وأشوحها وبعد كده هنزل بفصين توم أول ما ريحة التوم تطلع هنزل بفلفل حار وفلفل ألوان تقدري تستغني عن الفلفل الحار لو مش مستحب ليكي بعد كده هنزل بصدور دجاج وهنا انا محددتش الكمية اللي عايز يعملها بنص كيلو يحط نص كيلو او لو عايزها بكيلو يعني ما فيش مشكلة عندي هنا معلقة فلفل اسود معلقة بابريكا معلقة ملح ومكعب مرقة هقلب الفراخ لحد اما تاخد معايا لون زي ما انتم شايفين حابة تضيفي اي نوع من البهارات تاني زي ما تحبي ضيفي هستعمل في الوصفة بتاعتنا النهاردة نوع المكرونة ده اي نوع ينفع ان انتي تستعمليه وبعد كده هنزل بكوبايتين متوسطين صوص طماطم ومعلقة صلصة عشان تخلي اللون حلو والطعم حلو وبعد كده هقلبهم وانزل بالمكرونة وانزل بمية سخنه وطبعا اشوف الملح مظبوط ولا لا واوطي أو عليها لحد ما تستوي ما شاء الله زي ما انتم شايفين دي اول وصفه احنا نقدر ناكلها كده زي ما انتم شايفين تبقى زي ما الدجاج نفس الوصفه بالظبط وطعمها رهيب طبعا انا هكمل بقى باقي الوصفه بتاعتي بنفس المكرونه هتطلع شكل تاني في طاسه على النار هنزل بمعلقه زبده ومعلقتين زيت وبعد كده هنزل بثلاث معالق دقيق وابدا اقلبهم لحد اما الدقيق ياخد معايا لون اشقر هنزل بكيلو لبن كده الدقيق بدا يستوي معايا هنزل باللبن بعد كده احط الملح والفلفل الاسود ومكعب مرقه تقدري تستغني عنه لو مش بتحبيها بعد كده هبدا اقلبه لحد اما القوام بتاعه يتخن معايا خلاص عملت البشاميل هبدا احط فيه جبنه شيدر ورومي وجبنه موتزاريلا آه الخطوه دي اختياريه تقدري تستغني عنها بس بتدي طعم حلو قوي للبشاميل بعد كده هنزل بجزء بسيط من البشاميل واوزعه كويس وبعد كده هنزل بحبه جبنه رومي ميكس جبنة رومي على جبنة شيدر وموتزاريلا وبعد كده بالمكرونة اللي انتو شايفينها بجد حلوة جدا جدا هوزعها كويس وبعد كده هنزل بمجموعة الجبن بتاعتي شيدر ورومي وموتزاريلا بتدي طعم حلو جدا جدا للمكرونة والبشاميل بعد كده هنزل بطبقة البشاميل حابة تحطي عليها قشطة او زبدة أه، تقدري تحطي بس انا مش هحط عليها حاجة خالص وهتاخد لون حلو قوي ما شاء الله بعد اما خدت معايا لون واستوت كويس جدا أه، طلعت حلوة قوي وريحتها حلوة جدا وجوسي بصراحة عجبتني جدا وعجبت الولاد قوي المكرونة أه، والفراخ متشربين من بعض جدا والطعم جوسي وحلو جدا والبشاميل روعة اتمنى تجربوا وصفتي النهاردة وتقولوا لي في التعليقات ايه رأيكم فيها وان شاء الله هتعجبكم جدا وزي ما انتم شايفين المكرونة برضه كان طعمها حلو قوي بصراحة وصفة سهلة جدا وسريعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته